شوفينية بغداد لم تنجلي للكرد بعد. فاجعة مؤلمة هزت إقليم كردستان يوم 20 تموز الجاري، حادثة باراخي والتي ارتكبت فيها الدولة التركية المحتلة مجزرة بحق الأبرياء. لو سر الحادث أي كردي كإنسان فعليه مراجعة نفسه، فهي كالمآسي والمجازر المؤلمة التي مورست تجاه الكرد على مدى التاريخ. والحال أن قاموس الكردي وصرحه مشيد على السلام والإنسانية، غير أن الحقيقة التي ينبغي توضيحها هنا هو أن حادثة باراخي بددت الشكوك والهواجس حول قضية جوهرية، ألا وهي قضية أن العراق لم تبدي أي مواقف جدية صارمة حتى أصبح العرب ضحايا القصف التركي. لذا ينبغي على الكرد طرح هذا السؤال على أنفسهم: أيا ترى لماذا دماء الكرد رخيصة في حين دماء العرب غالية مقدسة؟ المقال لا يهدف إلى إثارة النعرات الطائفية، غير أننا سنعرض هنا بعض الأحداث التي وقعت مؤخرا ونضعها تحت نظركم لكي تقيموها أنتم بأنفسكم. منذ 10 سنوات قتل الكرد مستمر في أحداث مثل حادث باراخ. لو تحدثنا عن الصراع الدائر بين البكك والدولة التركية وتحركاتهما خلال 10 سنوات الأخيرة على أراضي إقليم كردستان، لوجدنا أن ما لا يقل عن 130 كرديا مدنيا، غالبيتهم من مناطق بهدنان، استشهدوا ووقعوا ضحايا هذا الصراع ومجازر مثل مجزرة باراخ. غير أنه لم ينطق أحد ببنت شفة، الصمت كان سيد الموقف دوما، إلا ما ندر من مواقف مخجلة من الحكومة الاتحادية في بغداد واستنكارات شكلية، فلم نرى أهم من ذلك من جانب الدولة العراقية، فلم تتهم الباكك يوما بالوقوف وراء هذه الجرائم، كما لم تتهمها بتبرير انتهاكات تركيا لسيادة العراق، ولم تقل لها بأن شعبنا الكردي في العراق يموت بسببكم وتواجدكم على أراضيهم. حادث باراخي وسفرة نيروى، ففي بهدنان ومذ عشرات السنين يصبح المدنيون الأبرياء والقرويون والفلاحون والسائحون ضحايا الصراع الزائف بين تركيا والباكك، ويستمر استهداف بيشمركة كردستان من قبل الباكك، فباتت أصوات المدافع التركية ومقاتلاتها في أمدي وديرالوك وشيلدزي تعلو أصوات المنابر وتكبيرات الأذان. رغم هذا لم نرى يوما كبار المسؤولين العراقيين ولا العراقيين أنفسهم قالوا يوما لرفاقهم الأتراك الفاشيين ولا للباكك المرتزقة للمحتل: كفى، لماذا تفعلون هذا؟ وآخرها كانت الحادثة القريبة من بامارني لدى استهداف نزهة أهالي قرية زيوساري التابعة لعشيرة نيروى واستشهاد طفلين. أيا ترى لماذا لم تبدي الدولة العراقية أي مواقف جدية آنذاك؟ فما المفروض أن يقوله الكردي البائس عندما يقارن بين حادثتي باراخي وبامارني؟ أليس من حقه أن يتساءل لماذا ينظر بهذه النظرة المنحطة الدنيئة لدماء أطفال الكرد؟ استثمار حادث باراخي. منذ وقوع مجزرة باراخي ولغاية اليوم، العراق بجميع أطيافه ومكوناته والمعارضة الكردستانية بمجملها وأتباع إيران في السليمانية عموما وأنصار الباكك وأتباعها المغطين ذواتهم بعباءة الإعلاميين والنشطاء المستقلين المحايدين، جميعهم تظافروا وتوحدوا في جبهة انتقاد حكومة إقليم كردستان، فاستنكروا موقف حكومة الإقليم وعدوها مخجلة. فقسم من هؤلاء حاول استثمار حادث باراخي لمعاداة حكومة إقليم كردستان، بينما حاول آخرون إبداء حكومة إقليم كردستان بمظهر من لا موقف له، في حين أصبح القسم الثالث منهم امتدادا لخطاب إيران والحشد الشعبي والباكك. شوفينية بغداد لم تنجلي للكرد بعد. باختصار، ينبغي على الكرد أن لا يخدعوا أنفسهم. على الكرد أن يعلموا جيدا أن بغداد لم تتخذ أي مواقف جدية تجاه تركيا حتى أصبح العرب ضحايا صراع تركيا والباكك. ينبغي أن يفضح هذا الأمر مستوى الفكر الشوفيني لبغداد تجاه الكرد. فعندما قتل الكرد في حوادث مثل حادث باراخي، لم نرى وصول أي لجان على هذه المستويات العالية وبهذه السرعة لدهوك. لم نرى أي احتجاجات غاضبة أمام السفارة التركية في بغداد، لم نرى أي أعلام تركية تحرق. أيا ترى ألا تكشف كل هذه الأمور مدى الاختلاف بين دماء الكرد والعرب؟ ختاما نقول، ينبغي على إعلام إقليم كردستان ألا يكون امتدادا للخطاب الشوفيني العربي أو للحشد الشعبي أو للباكك. ينبغي ألا ينخدع أو ينشغل بمواقف وتصريحات ساسة بغداد بهذا القدر، فمن يجب إدانته وشجبه ليست الدولة التركية المحتلة فحسب، بل عملاؤها ومرتزقتها في قنديل أيضا. فما يغير العراق وإيران وتركيا وسوريا عن بعضها البعض هو الاسم فقط لا غير، فأربعتها سواء وجميعها غاصبة محتلة لكردستان ولا يرتوون أبدا من دماء الكرد الطاهرة.